مبادرة رئيس الدولة نهج راسخ أساس قويم روته القيادة الرشيدة في الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خير خلف لخير سلف طريق منير وأولوية لبناء الإنسان هدف وتركيز تام على المواطن الهدف الأسمى وهدف التنمية حاضرا ومستقبلا. واليوم نقف أمام واحد من بين جملة كبيرة من مبادرات رئيس الدولة وهي تطوير السدود والمنشآت المائية في الدولة. تعتبر هذه الحزمة كمرحلة من خطة مشاريع تطوير السدود والمنشآت المائية بالدولة بمدة تنفيذ 19 شهر. تتضمن هذه المشاريع إنشاء 9 سدود مائية جديدة وتوسعة سدين قائمين ومجموعة من الحواجز الركامية لزيادة المخزون المائي بسعة تخزينية تقدر بحوالي 8 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 9 قنوات مائية بطول 9 كيلو متر تقريبا. تتوزع هذه المشاريع على عدة مناطق بالدولة، منها شيص وخورفكان في إمارة الشارقة، ومصفوت في إمارة عجمان، وشعم والفحلين في إمارة رأس الخيمة، ومدينة محمد بن زايد والحيل والقرية والغزيمري وقدفع ومربح وضدنة وسيجي في إمارة الفجيرة. فريق متكامل وعمل متواصل لإنجاز المهمة في وقتها المحدد، كما تم رسم خطة البناء بناء على دراسات مكثفة تم اختيار المناطق على أساسها بجانب الجبال لإبعاد المياه عن المناطق السكنية وتخزينها والاستفادة منها. تهدف هذه المشاريع إلى زيادة المخزون المائي وإلى حماية المناطق السكنية والبنى التحتية، وذلك للحد من الآثار المترتبة عن تدفق مياه الأمطار الغزيرة اللي تشهدها هذه المناطق. وتدعم هذه المشاريع مسيرة الدولة بتعزيز البنى التحتية للقطاع المائي واستدامته وتمكينه من الريادة العالمية وقدرته على الاستجابة للتغيرات المناخية. مباحثات واجتماعات متواصلة لمشاريع متنوعة للبنى التحتية والمرافق تخدم المواطنين والمقيمين ومجتمع الإمارات، مسيرة نهوض واستدامة للدولة منذ نشأتها ببنى تحتية تواكب تقدم الدولة وازدهارها. سدود وقنوات مائية عمل دؤوب ليلا نهارا تشرف عليه اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تحقيقا لتطلعات الشعب وتعزيز رفاهيته. فالاستثمار في الإنسان الإماراتي هو أفضل استثمار في حاضر الوطن ومستقبله. من الفجيرة لمركز الاتحاد الأخبار، مهدي سليمان.